على مسافة 773 كيلومترا يمتد طريق تندوف الزويرات الموريتانية، مشروع اقتصادي بهذا الحجم سيفتح آفاقا اقتصادية واعدة بين الجزائر وموريتانيا، ويبعث حركية اقتصادية خاصة في المناطق الحدودية المعزولة. ستكون الحركية التجارية الاقتصادية بين الدولتين، وسيعم الخير، وستكون هذه بادرة خير بين الدولتين ومكسب استراتيجي، وسيعمل على خلق تبادلات تجارية وأكثر أيضا صادرات للجزائر نحو الدول الإفريقية عبر موريتانيا طبعا إلى السنغال وغرب إفريقيا. أيضا إنجاز الطريق إن شاء الله البري ما بين موريتانيا والجزائر إن شاء الله عبر هذا المعبر سيعمل أيضا على فتح أفاق جديدة. مشروع طريق تندوف الزويرات بعد افتتاح المعبر كنا نستناه بكل شغف، لأنه راح يكون شريان اقتصادي بالنسبة لولاية تندوف، يفتح عليها أفاق جديدة، وبالنسبة طهران للجزائر راح يفتح عليها أفاق اقتصادية جديدة ويزيد نسبة الصادرات. مهمة إنجاز المشروع أوكلت إلى 4 مؤسسات جزائرية بيد عاملة مؤهلة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. هذا الطريق يمكن من تنمية المناطق المعزولة، إذن سيفك العزلة عن المناطق النائية، ويمكن بالتنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، مما سيعزز التبادل والتعاون بين البلدين وكذلك مع البلدان المجاورة. وعلى المستوى القاري فالطريق هذا تندوف زويرات سيكون ممر دوليا للعبور، سيكون كوريدور دو ترانزيت انترناسيونال. المشروع بمثابة همزة وصل بين الجزائر وموريتانيا نحو شمال إفريقيا، يربط كلا من ليبيا ومصر وتونس عبر الجزائر، تعول عليه الدولة كثيرا لتنمية العلاقات الاقتصادية وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.